أكثر من نصف مشاكل البشرية يمكن أن نتغلب عليها باستخدام استراتيجية التغافل، أن نمرر الخطأ ولا نقف عنده، أن نغمض أعيننا عن الانتباه لكل شاردة وواردة، أن نكف عن شحن نفوسنا بسوء، ألا نقف على الواحدة لشريك الحياة والأبناء والأصدقاء. ربما العفو عند المقدرة أولى ما يكون لاستخدامه في حياتنا. قال الإمام جعفر الصادق: عظموا أقداركم بالتغافل، فالعظيم حقا هو الذي ينأى بنفسه عن تصيد عيوب الآخرين. في هذا الشهر الكريم دعونا نتجاوز عن زلات من نحب، دعونا نبادر بطيب القلب، فالحياة أقصر من أن نوقفها عند كل صغيرة وكبيرة، والزمن مستمر في تقدمه لا ينتظر أحدا. لعل لك أخا قاطعته منذ سنوات فاذهب إليه، لعل لك أختا غلبها الشوق إليك فلا تبخل عليها، لعلك هجرت زوجتك على سوء فهم أو تصرف فاعف واصفح، فالحب أولى أن ينقذ. رمضان شهر يفتح الله فيه أبواب الرحمة، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.